في ضوء التحديات الإقليمية التي تواجه المملكة. وأيضا هناك ورقتين تتناولان الموضوع العلاقات المصرية السعودية واقعها واستشراف مستقبل هذه العلاقة. ولا شك أيها الأخوة والأخوات بأن مركز الثقل في النظام الإقليمي العربي تحول في الفترة الأخيرة وفي المراحل الأخيرة إلى منطقة الخليج العربي وبالتحديد إلى المملكة العربية السعودية. فهناك الحقيقة مجموعة من المتغيرات التي ساهمت في تحول دور المملكة العربية السعودية من دور الدولة إن صح التعبير المساندة في النظام الإقليمي العربي إلى دور الدولة القائدة في هذا النظام. وأهم هذه المتغيرات في الحقيقة الطفرة النفطية التي برزت في النصف الثاني من السبعينيات، وأيضاً الثورة الإيرانية وسقوط نظام الشاه في 79، وأيضاً حرب الخليج والحصار الذي فرض على العراق، وبعد ذلك في الحرب الأمريكية على العراق في 2003 وسقوط نظام صدام. ولا ننسى أيضاً اتفاقيات كامب ديفيد وتراجع الدور المصري. وبالتالي كل هذه المتغيرات ساهمت بشكل كبير في زيادة الدور السعودي في المنطقة العربية، ومؤخراً بالتأكيد قدرة المملكة العربية السعودية على مواجهة واحتواء حركات التغيير في المنطقة العربية، سواء في البحرين أو في اليمن أو في مصر التي سوف تركز مثل ما قلت ورقتين في هذه الجلسة الحوارية على العلاقات المصرية أو العلاقات السعودية المصرية، باعتبار أن مصر تعتبر مفتاح وموازن إقليمي في المنطقة العربية تحتاج إليها السعودية، ويحتاج إليها الأمن القومي السعودي والأمن القومي الخليجي بشكل عام. لا أريد أن أطيل باستعراض النبذة عن السيرة الذاتية للمتحدثين، هي موجودة لديكم في الدليل الإرشادي. يتحدث اليوم معنا الدكتور فهد الحارثي، ويقدم ورقة متعلقة بخيارات السعودية في مواجهة التحديات الإقليمية التي تواجهها في هذه المرحلة، خصوصا ما يتعلق في الملف السوري وأيضا في الملف اليمني. وبالتأكيد التقارب الأمريكي الإيراني والتغير الذي حدث في السياسة الخارجية الأمريكية والذي بدأ منذ إدارة أوباما، وأيضا محاولة استشراف واقع العلاقات السعودية الأمريكية في فترة الرئاسة أو الإدارة الأمريكية القادمة إدارة ترامب. وأيضاً معنا الدكتور خالد الدخيل، وسوف يقدم ورقة متعلقة بالعلاقات السعودية المصرية، ونفس الموضوع تقريباً فيما يتعلق بالعلاقات المصرية السعودية في ضوء التغيرات أو في ضوء التطورات الإقليمية، يقدمها أيضاً الأستاذ آلان غريش. فليتفضلون، نبدأ مع الدكتور فهد الحارثي. ونتمنى كلنا الحقيقة مسألة الالتزام بالوقت، وقت التقديم، وقت العرض، وأيضاً فيما يتعلق في النقاش بعد ذلك. فليتفضل الدكتور فهد، مشكوراً. بسم الله الرحمن الرحيم. أود أن أبدأ الحقيقة بالشكر الجزيل. الواقع أنا ترددت، ما أدري أشكر المركز العربي أو أعاتب المركز العربي، لكن خلينا نشكره معسن. الزملاء محبة وتقديرا جزاهم الله خير أصروا أنه لازم أجي، وأنا عندي في الرياض شغل كبير جدا أو ما يمنعني من المجيء، وحاولت أني أعتذر منهم ولم أستطع أن أعتذر. أشعروني حتى في لحظة من اللحظات أن يمكن هذا الملتقى لن ينعقد إلا لما أكون أنا موجود. فشكرا لهم على الاهتمام، لكن أيضا الحقيقة أشعر بأني مرهق كثير لأني وصلت البارح وما جاني نوم طبعا باعتبار أني تغير موقع المنام، وحضر أطلع المطار بعد قليل، بعد انتهاء هذه الورشة أو هذه الندوة سأكون في المطار عائدا إلى الرياض. طبعاً لما صحيت اليوم كتبت بعض الأفكار، لأن ما كان عندي وقت الحقيقة أكتب أي ورقة علمية منهجية، أرجو إن شاء الله أنها تعجبكم
وانها يعني تكون تفي بالغرض اللي من اجله من اجله تجشمت عناء السفر، ومن اجله ايضا تجشموا عناء الاصرار على مجيئي الى هنا. ما المقصود بالتحديات الاقليميه؟ هذا اول سؤال سالت نفسي انا لما عرض علي الموضوع. المقصود في فهمي بالدرجه الاولى هو المستوى الامني المتمثل تخصيصا في الحرب في اليمن، الحرب في سوريا، التطورات في العراق، التدخلات والتهديدات الإيرانية المباشرة التي تستهدف دول الخليج، ولا سيما الدول التي تشي بالهشاشة في نظامها الأمني والدفاعي. هذا المفهوم هو الذي تبادر إلى ذهني حينما فكرت في التحديات الإقليمية المقصودة في عنوان المحور. التهديدات الإيرانية مع الأسف متداخلة وبشكل مزعج ومقلق مع كل ما سبق ذكره، أي الحرب في اليمن، الحرب في سوريا، التطورات في العراق. في حالة اليمن وفي حالة سوريا وفي واقع العراق ومستقبله على مستوى الأمن الخليجي السيادي الداخلي، هذا كله يعني في المجمل أنه ليس هناك مفر من المواجهة مع إيران في كل هذه البيئات المشتعلة وعلى كل المستويات، فإيران دائما هنا وهي موجودة معنا في الكثير من تفاصيلنا. لندخل قليلا إلى هذه التفاصيل. بالنسبة إلى حالة سوريا، دعوني أقول بكل ألم وحسرة بأن سوريا قد انتهت وهي لن تعود، أي لن تروا غدا سوريا الأمس، لأن سوريا اليوم هي مجرد حطام، وبشار الأسد نفسه مجرد حطام، وليس هو أبداً من يدير سوريا الآن. وما نشاهده عبارة عن صراع عض أصابع ومحاولات تكسير عظام روسي أمريكي وروسي إيراني على الأرض السورية نفسها. السوريون قتلوا أو شردوا وأخرجوا من ديارهم. طبعاً ليست السعودية التي تحارب اليوم في سوريا، بل الذي يحارب قوى أخرى كبرى، والغاية ليست في سوريا في ذاتها، وإنما الغاية هي تأكيد النفوذ الموازي في المنطقة وعدم ترك الفرصة لطرف واحد للتفرد بالنفوذ. أمريكا تحديداً وفي هذا الخضم وجد بعض العرب فرصتهم السانحة لمحاولة إضعاف أطراف عربية أخرى، أو لنقل لابتزازها، فأيدوا بشار الأسد على الرغم مما يجري في سوريا من قتل وتشريد وتهجير، ومن دون النظر إلى المصالح القومية العليا، بل هم يفعلون ذلك بعزيمة مسبقة، فيغضون البصر بل يغلقونه كلياً عن مستقبل المنطقة الأسود الذي يهدد الجميع، وهو لن يدع أحداً. بالنسبة للعراق، أعتقد أن العرب كلهم يضربون اليوم كفاً بكف لإهمالهم العراق والتنازل عنه بمعنى أو بآخر إلى إيران. فراغ كبير تركناه في العراق، ثم انتبهنا لفداحة خطأنا في وقت جد متأخر، ولا تساعة مندم. ليس هناك في الوقت الراهن ما يشي أبداً بأي نجاح في استعادة الموقع العربي في العراق، ولو إلى جانب إيران أو بمحاذاتها. في موضوع اليمن يختلف معنى النصر أو الهزيمة من طرف لآخر. هل معنى النصر هو القضاء على الحوثيين؟ وهل هذا كان هو الدافع للدخول في حرب اليمن؟ بطبيعة الحال الجواب لا. الدافع كان عودة اليمن إلى عجلة الشرعية وإخراجه من نفق حكم الميليشيات. وبالنسبة للسعودية تحديداً كان الدافع أيضاً بالإضافة إلى الدافع السابق تأمين حدودها ضد أي مخاطر من أي نوع. عودة اليمن إلى عجلة الشرعية انتصار، سواء حصل ذلك بالحرب أو بالسلم، ولهذا جنحت السعودية إلى ما يطرح اليوم من مبادرات للسلام، وهي مستعدة للاستجابة لها لهذه المبادرات بعد هذه الحرب التي دامت أكثر من 17 شهر. تأمين الحدود السعودية أيضاً انتصار، وهذا حدث اليوم،
فقد تم القضاء على مخازن الأسلحة الكبرى وما لا يقل عن 80% من الصواريخ، وما نشاهده اليوم من إطلاق إنما يتم عبر منصات متحركة يجري القضاء عليها حالياً. أما إيران فقد كانت في السابق تزود الحوثيين بالسلاح، أما اليوم فهي تهرب السلاح إلى الحوثيين. وهناك فرق بين الحالتين، بين تزويد الحوثيين بالسلاح وتهريب السلاح إلى الحوثيين، فضلاً عن أن السلاح المهرب لا يعد من الأسلحة النوعية. بهذا المستوى من النتائج يكون هناك انتصار قد تحقق أو في طريقه إلى التحقق، وبهذا أيضاً تكون الحرب في اليمن من وجهة نظري على الأقل في نهايتها، خصوصاً بالنسبة إلى السعودية وقوات التحالف. أما ما زاد عن ذلك في الداخل اليمني فشأن يمني بحت، وواجب جيران اليمن الاستمرار في مساعدته على الخروج من أزماته الكثيرة، ومنها الاقتتال نفسه فيما لو استمر، ولكن لا ينبغي أن نكون شركاء فيه بعد أن ضمننا تدمير السلاح ومخازن السلاح، وبعد أن ضمننا تأمين حدودنا مع اليمن. أنا على نقيض تماماً من الورقة اللي استمعت إليها قبل قليل من أحد الأخوة المستشار في الدفاع وما أدري بأي جهة الحقيقة، فيما يتعلق بموضوع اليمن، صورت الورقة الوضع بأنه ما كان ينبغي أن تكون هناك. على كل حال في بعض الإخوان والزملاء ردوا على هذا الكلام، وأنا متفق مع اللي ردوا عليه حقيقة في كثير من الأفكار. عن المواجهة السعودية الإيرانية في لبنان، هناك من يقول عنها أنها انتهت بتركيبة عون الحريري، وهناك من يقول على العكس، بل إنها للتو تبدأ وسنرى ماذا سيحدث على الساحة اللبنانية. في أمريكا هناك الخائفون من وصول ترامب إلى البيت الأبيض، وهناك من يرون في وصوله أخف الضررين، وقد أوحت اختياراته مساعديه مؤخراً أو بعضهم على الأقل ببعض الاطمئنان، فهم تربطهم علاقات طيبة بالسعودية ودول الخليج. والخوف في أمريكا من إيران لا يقل عن فوبيا ترامب التي حدثت قبل الانتخابات على الأقل. ولدى الكثيرين قناعة تامة بأن من أبرز القوى التي وقفت خلف ميكانيزمات صدور قانون جستا أن أبرز القوى التي وقفت حول صدور هذا القانون هو اللبي الإيراني شديد التأثير اليوم في الدوائر الأمريكية المختلفة، لا يقل تأثيره تقريباً عن اللبي الإسرائيلي. هكذا نلاحظ أننا نعثر أو نتعثر في إيران في كل وجهة نتجهها في المنطقة وخارج المنطقة. إيران تحاربكم في سوريا وفي العراق وفي اليمن وفي أمريكا، داخل أمريكا، ما يعني أن إيران أمس واليوم وغدا هي المهدد الحقيقي لمستقبل المنطقة بشكل مباشر أحيانا وغير مباشر أحيانا أخرى. هكذا ينبغي، أو هكذا أنا أتصور حقيقة التحديات التي تواجه المنطقة وتواجه المملكة العربية السعودية كدولة رائدة في منطقتها على الأقل، وهذا ما ينبغي أن نستعد له. أضعنا وقتاً كثيراً قبل أن نلتفت إليه بشكل جاد، لابد أن نلتفت إليه اليوم بشكل أكثر جدية من السابق. أعتقد أن عاصفة الحزم كانت بمثابة إعلان واضح وصريح ورسالة موجهة إلى إيران بأنه لا مجال للاستمرار في هذه التدخلات وفي هذه التحديات الإيرانية التي تمتد على أكثر من مساحة أو على أكثر من ساحة في عالمنا العربي، بل أن حرب إيران تمتد إلى خارج هذا العالم في أفريقيا وفي أمريكا وفي مختلف دول العالم. شكرا جزيلا لكم.
شكرا للدكتور فهد على الالتزام بالوقت، وركز الدكتور فهد على التحديات الإقليمية التي تواجه المملكة، وبالتحديد التهديد الإيراني، أسهب بالتهديد الإيراني واعتبره هو التهديد الرئيسي الذي يواجه المملكة العربية السعودية، إضافة إلى الملف اليمني الذي يعتبر أو التي تعتبر إيران لاعبا مؤثرا فيه، وأيضا تطرق ولو بشكل موجز إلى السياسة الخارجية الأمريكية والتغيرات التي من الممكن أن تحدث في فترة إدارة الرئيس الأمريكي القادم ترامب. الآن مع الدكتور خالد الدخيل والورقة المتعلقة بالعلاقات السعودية المصرية واقعها وتطوراتها، فليتفضل الدكتور خالد. مشكورا. مساء الخير جميعا. والحقيقة موضوع العلاقات السعودية المصرية موضوع طويل جدا ومتشعب، ولذلك هو يبدأ منذ ما قبل ثورة 23 يوليو 1952 في مصر، بل الحقيقة أنه يمتد يعني إلى الوراء أكثر من ذلك بكثير، منذ أيام الدولة السعودية الأولى في القرنين 18 و19. لكن اخترت موضوع ذو علاقة مباشرة بالوضع الراهن في هذه العلاقة، وهو الخلاف السعودي المصري على ضوء ما حصل أثناء وبعد الربيع العربي. وأنا أنطلق حقيقة في هذا الموضوع من فكرة على الأقل بالنسبة لي تبدو مفاجئة ومدهشة جدا، أن يحصل خلاف سعودي مصري في هذا الظرف وفي هذا المرحلة وبعد كل ما حصل. لو أخذنا منذ المرحلة الناصرية فقط، مرحلة عبد الناصر، كان هناك خلاف سعودي مصري يطغى عليه الطابع الأيديولوجي القومي والإسلامي. في عهد السادات وفي عهد حسني مبارك كان الخلاف سياسي وتراجعت فيه الأيديولوجيا كثيرة. في عهد السادات تركز تقريبا الخلاف حول موضوع الصراع العربي الإسرائيلي، خاصة بعد اتفاق كامب ديفيد. في عهد حسني مبارك كان تقريبا مرحلة حسني مبارك لم يكن هناك خلاف حاد أو كبير بين السعودية وبين مصر، خلافات كانت أقل مما كان عليه الأمر أيام السادات، وبالتأكيد أقل بكثير مما كانت عليه أيام عبد الناصر. الخلاف الحالي الآن بين السعودية ومصر هو خلاف سياسي يتخلله كثير من التنافس من وجهة النظر المصري. أنتم تعرفون المصريين، إخوان المصريين عندهم حساسية القيادة المنطقة ويعتبرون أنفسهم قادة المنطقة، وهذا يلعب دور بالمناسبة في السياسة المصرية وفي علاقتها مع السعودية في هذه المرحلة الحالية. ولذلك أقول ربما أن الخلاف السعودي المصري ليس مفاجئا تماما، لكن ظهوره إلى العلن في هذه الأيام هو مدهش فعلا. هو مدهش لأنه بين أكبر دولتين عربيتين في أخطر مرحلة في التاريخ العربي الحديث، وهو مدهش أنه ظهر إلى العلن بعد أكثر من 3 سنوات من زيارات متبادلة وتفاهمات بدأ إنها راسخة واتفاقيات واستثمارات كثيرة.
وانفجار الخلاف بالرغم من كل ذلك يشير إلى أنه لم يكن هناك تفاهم مسبق واضح، دع عنك وجود اتفاق بين الرياض والقاهرة حول القضايا الإقليمية المهمة التي فجرها الربيع العربي. هذا ما هو متوقع في مرحلة حرجة بين أكبر دولتين هما ما تبقى للمشرق العربي بعد انهيار العراق وسوريا. هو المفترض أنه بعد اللي حصل في الربيع العربي بعد انهيار العراق وسوريا أنه يحصل في تقارب بالفعل وتفاهم قوي ولصيق بين السعودية والرياض، لأنه انزلاق الأمن في مصر إلى مرحلة خطرة أو العكس في السعودية هو تهديد استراتيجي لكل منهم. وكثيرون يتساءلون لماذا السعودية ماشية مثلا ولا تظهر إلى العلن في هذا الخلاف رسميا وتحاول أن تتفاداه. لأن السعودية مرعوبة مما يمكن أن يحصل في مصر. يعني تصور انهيار الوضع الأمني في مصر لا سمح الله بعد العراق وسوريا، هذا أكبر تهديد استراتيجي للسعودية. وأيضا المصريون يعرفون هذا الشيء، أنه لو حصل شيء في السعودية سيشكل، لأنه معناته انهيار المنطقة، وبالتالي انتقال مقدرات المنطقة من أيدي أصحابها إلى أيدي أجنبية خارج المنطقة. وأنا من هذا المنطلق أتكلم عن هذا الخلاف، أنه ما كان أن يظهر، ما كان ينبغي الحقيقة أن يكون هذا الخلاف. طبعا الاختلافات أكيد لا يعني دائما موجود، لكن ليس حول القضايا الاستراتيجية والمهم. لعلي يشير هنا إلى خطاب الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في 13 من شهر نوفمبر الماضي، وتحدث فيه ربما لأول مرة عن الخلاف. يوحي الرئيس المصري بأن الخلاف بين الرياض والقاهرة حول القضايا المنتهبة لم يحسم ولا يزال قائما. ماذا يقول؟ يبدأ حديثه كما أنه لم يقل أو يوضح موقفه حيال الوضع السوري. طبعا دائما في مخاتلة في هذا الموضوع، عدم وضوح. لم يقل عندما وضح هذا الموقف أو عندما أشار يعني إلى هذا الموقف بأن هذا ما اتفقنا عليه مع السعوديين والأماراتيين مثلا، لكن بدلا من ذلك وجه كلامه للإعلام الخليجي. لم يتكلم عن موقف رسمي. ماذا قال الرئيس؟ يقول هناك تجاذبات غير مريحة ضد مصر في الإعلام الخليجي. طبعا كلمة تجاذبات هذه كلمة مطاطة، يعني ممكن تعني أي شيء، ممكن تعني فقط يعني جد، لكن ممكن تعني شيء آخر. طبعا ما نعرف عن ماذا يقصد الرئيس. إذا كان المقصود أنه في إساءة للقيادة المصرية أو لمصر أو شتائم أو قلة أدب، فبالتأكيد هذا ممنوع ومرفوض جملة وتفصيلا من حيث المبدأ، وخاصة بالنسبة لدولة عربية شقيقة. هذا لابد أن يكون واضح. بس السؤال، لماذا تكلم الرئيس عن الإعلام الخليجي أصلا؟ بعبارة أخرى، أراد الرئيس المصري توضيح موقفه من خلال الرد على الإعلام الخليجي، ومما قاله في هذا السياق بأن لنا سياسة مستقلة للحفاظ على الأمن القومي العربي. أنت ركز معي على هذه العبارة، سياسة أنه لمصر سياسة مستقلة حيال الحفاظ على الأمن القومي العربي. كيف سياسة مستقلة؟ هو في أحد تعدى على استقلال القرار المصري؟ ما في أحد. ثم حكاية القومية العربية كويس،
الموقف أو الإصرار على حماية القومية العربية يعني أن تحدد موقفك من الدور الإيراني في المنطقة؟ وإيران ليست دولة عربية؟ نحن نعرف ماذا كان موقف عبد الناصر من إيران أيام الشاه، والشاه لم يفعل واحد على مية مما يفعله النظام الإيراني حاليا في المنطقة. يعني كيف كان الموقف المصري حينها؟ كان حاد. وعبد الناصر هو أول من طالب بإطلاق اسم الخليج العربي على الخليج ورفض مصطلح الخليج الفارسي. فإذا كنا نريد أن نتكلم عن القومية العربية يجب أن نتكلم عنها كما يراد، كما ينبغي لها أن تكون. فجأة يقول السيسي في الخطاب بأن مصر لن تركع إلا لله. ها الله، لن تركع إلا لله، إيش الحكاية؟ هذا كلام بالنص على فكرة، بأن مصر لن تركع إلا لله، وهي جملة مربكة في السياق الذي قيلت فيه، وعادة ما تقال أمام تحدي أو تهديد من عدو جبار متكبر. والسعودية ليست عدوا لمصر، وليست بمثل هذه المواصفات، ولا مصر أو الخليج كذلك. ومع هذا، واستجابة مع جملة الرئيس، كتبت صحيفة الأهرام رأيها صباح اليوم التالي، يعني في 24، تحت عنوان مصر لن تركع. ياهو، تركع لمن؟ هو قصدهم، يعني لعلي أفسر أن المقصود بأن مصر لن تركع للمال الخليجي، هذا تفسيري أنا. وإذا كان هذا التفسير صحيحا، ليش تطالب بالرزجة؟ لماذا تطالب إذن بالمال الخليجي؟ مرة أخرى، طبعا هذا تفسيري أنا وليس كلام الرئيس حقيقة، لكن في المجمل كلام السيسي يؤكد بأن الخلاف مع السعودية والخليج يتعلق بشكل أساسي من الموقف من الأزمة السورية. ودعني أنا أضع الورقة جانبا هنا ونحاول نفسر الموقف المصري. حكومة الرئيس ترى أنه لا بد من بقاء الرئيس بشار الأسد وبقاء النظام السوري. طيب لماذا الموقف المصري هو على هذا النحو؟ أنا أعتقد طبعا هذا يعبر عن أزمة النظام في الداخل. النظام المصري مرعوم من الإخوان ومرعوم من الإسلام السياسي، ولعلي أدعوكم إلى قراءة مقالة رئيس تحرير الأهرام يوم الجمعة الماضي القريب هذا. الإخوان في مصر يخشون أن سقوط النظام السوري وسقوط بشار الأسد سوف يفتح المجال إلى شيء واحد، إلى دخول الإسلاميين في الحكم، وخاصة الإخوان. وتعرفون مصر شايفة نفسها محاطة بالإخوان، هناك تركيا، هناك غزة، هناك المغرب، هناك تونس، هناك حركة إخوانية قوية في اليمن، هناك إخوان أيضا أقوياء في الأردن. فإذا جاءوا الإخوان لسوريا ستشعر مصر أنها مطوقة بحزام إخواني، وهذا سوف يشجع الإخوان داخل مصر. وتعرفون الإخوان داخل مصر هم القوة الثانية المنافسة للجيش في مصر. هو ما في يعني في مصر قوتين سياسيتين رئيسيتين إلا الجيش والإخوان، فهذا مقلق بالنسبة للنظام. وهذا طبعا يشير إلى أن النظام عندما جاء، عندما أزاح وانقلب على الإخوان، لم يقود مصر إلى الخروج من المأزق الذي بسببه حصلت ثورة 25 يناير، لا زال يعاني منها النظام. في سبب ثاني طبعا، وهو أن سقوط النظام وغياب بشار الأسد
يعني خروج الجيش من الحكم في سوريا، وبالتالي خروج مرحلة الخمسينيات والستينيات. وسيجد الرئيس عبد الفتاح السيسي أنه الدولة العربية الوحيدة في المشرق التي يحكمها الجيش، وهذا سوف يشكل مصدر ضغط سياسي كبير على النظام. الأمر الثالث أنه عبد الفتاح السيسي شايف أنه طبعاً ساحة المشرق العربي الآن خرجت سوريا وخرجت العراق، لم يبقى إلا مصر السعودي. فسقوط بشار الأسد يعني انتصار الخيار السعودي الخليجي في المشرق، وبالتالي تراجع الدور القيادي لمصر، وهذا شيء لن يقبله. فقط أختم أنا عشان ما أطول كثيراً. حكاية القيادة اللي موجودة في أذهان كثير من العرب مثقفين ورسميين بالنسبة لي هي نوع من الوهم، هي حقيقة مصر، لا مصر ولا أي دولة عربية سبق أنها قادت العالم العربي. أنه مصر لها تاريخ عريق هذه حقيقة، أنه مصر سبقت العالم العربي بالدخول إلى العصر الحديث في أواخر القرن الثامن عشر على يد الحملة الفرنسية هذه حقيقة، أنه مصر لديها أكبر قوة عسكرية عربية هذا صحيح، أنه الإعلام المصري كان مهيمن هذا كله صحيح، بس هذا شيء والقيادة شيء آخر. أن تقود منطقة بحجم العالم العربي لها تكاليف سياسية واقتصادية وعسكرية لا قبل لمصر بها ولا قبل لأي دولة عربية بها. أنت لاحظ يعني قيادة الولايات المتحدة للعالم الغربي كم تكلف الولايات المتحدة؟ هذه ميزانية وزارة الدفاع الأمريكية لوحدها فقط أكثر من 600 مليار دولار، يعني أضعاف مضاعفة لمجموع ميزانيات الدول العربية كلها. فبالتالي الحديث عن القيادة بهذه الخفة السياسية أن مصر تريد أن تقود العالم العربي أو السعودية تريد أن تقود العالم العربي، صدام حسين كان يريد أن يقود العالم العربي، نحن ضايعين يعني في كلام ما له معنى صراحة. في هذه المرحلة السعودية ومصر محكوم عليهم أن يتعاونا وأن يكون بينهما بالفعل سياسة تشاور وتنسيق لإخراج المنطقة من المأزق الذي تجد نفسها فيه. شكرا لكم. شكر الجزيل للدكتور خالد على هذا العرض الحقيقة الذي تطرق إلى تطور تاريخي للعلاقات المصرية السعودية في بدايتها بين العهد الناصري وأيضا السادات وفترة مبارك والفترة الأخيرة. والمفارقة الحقيقة بأن السعودية كان لها دور في وصول هذا النظام الحالي، وهذا لم يحدث في الفترات السابقة سواء في عبد الناصر أو في السادات أو حتى في فترة حسني مبارك. الآن مع الأستاذ آلان غريش، ونفس الموضوع تقريبا لكن من زاوية مختلفة في ما يتعلق بالعلاقات السعودية المصرية. فليتفضل. مشكورا. Thank you for the center, Arab Center for Research and Policy Study to have invited me. The remark I will make is the result of a trip to Cairo and trip to Saudi Arabia about the relation between the two countries. And what I will speak about are my conversation with people from the media, from political responsible about this. First, we are in a crisis, and a crisis which is now for many months and which has surprised many people. There are many, it seems, attempts to mediate between them. You have heard that today King Salman is in the Emirates and also Sisi, but there have been a declaration from the Egyptian side saying that there will be no meeting, meaning perhaps that there will be no mediation. The first thing which is very striking for somebody going to the region very often is how rapidly the climate has changed between the two countries. I mean, in April, King Salman was there.
in Egypt. And he was for 1 week, he spoke to the National Assembly, he met Sheikh Al-Azhar, he met Pop Shenouda, and the press of the media of the Egyptian and the Saudi press were really saying it's historical, it's et cetera, et cetera. I remember 2 years ago when I was in Egypt, seeing posters praising King Abdullah and Putin and Emirates for their help to the Egyptian regime. So it's very surprising, and it's not only surprising to see this, but when you discuss with the people in the media and the responsible, the level of attack against the other side. And this is on the Saudi and on the Egyptian side, even if it's different, because the Saudi press is more controlled and there is no direct attack. It's more what we can call the Gulf press or the social media. In Egypt, it is more the official press, but it is as if there was no relation before this crisis. And so it's really difficult to understand. Of course, the point of there were many points which were at one moment and other which create problems. The first was in the middle of the crisis, this question of the Grozny conference about Islamic, who is Muslim, and the fact that this Grozny conference in Chechnya has said in one way or another that Salafists, meaning also the Wahhabi, are not part of Sunni Muslim. And the Sheikh of Al-Azhar was there. And there were many reactions on the Saudi side about this. The second thing which was important in one way was the agreement made by King Salman and Sisi about the famous Sanafir Tiran Island, which has created a reaction, very strong reaction in the Egyptian public opinion. And when you discuss with the Saudi about this, they said it is manipulation by the regime. A Saudi diplomat which I met told me, look, when there are attacks on us in the British press and we go to see the Foreign Office and they speak about the independence of media and the independence of justice, okay, we can buy it. But when we go to Egypt and they say the same thing, we cannot buy it. So this was, but in fact, it is true in the same time, and we must take it in account, that the agreement about Sanafir and Tiran has produced the biggest demonstration against the regime, against Sisi, since 2013. And this is, you can say it is nationalism, chauvinism, etc., but it is real. I don't think it is only manipulated by the regime. The third question which brought problem was the question of Syria. What is striking is the fact that, from a long time it was clear that Saudi and Egyptian have not the same approach. But in some way, Egypt was more interested in its neighbors, what's happening in Libya, in Sinai and Gaza, in Ethiopia, and was not so much interested. It was not a very important actor on the Syrian field. But it's clear that with the speech of President Sisi in the General Assembly of United Nations on September, and then the declaration of the foreign minister of Egypt saying, we have differences with Saudi about this, it brought this problem at the front. When you try to understand why this problem is now and why it's happening, it's interesting to hear both sides. I'm not taking side with them, but with, of course, most of these declarations were off the record because of course, responsible don't want, at least today, to attack publicly the other side. For the Saudi, it was a the
impression that Egyptian was position was a kind of blackmail against them, a blackmail concerning financial help. It was a way that some Saudi diplomat told me, they are screaming, so we will help them more in a very difficult internal situation. The Egyptians said that the problem came with the arrival of King Salman, Salman as a king. And it's clear that here you have a difference of approach of what are the main problems of the region today. For the Saudi today, the question, as many of you spoke about it, is Iran, meaning that the threat is Iran, and is this in this fight against Iran, we can find, we must unite as many people as we can, Islamic State, but also, which is new for 1 year, I mean, which is in Islamic State, is Turkey, and even part of the Muslim Brothers, if they can be allies in, for example, in Yemen or in Syria. This, from the point of view of Egypt, is war declaration. We know that most of the Egyptian regional policy now is built on the idea that the Muslim Brothers are still today the main enemy of the regime. We can discuss this question. I agree that Muslim Brothers were a big force in Egypt. I don't think today they represent any threat internally. But that doesn't mean that the regime doesn't find that they are a threat. I mean, you know, there are 40,000 people, from mostly from the Muslim Brothers, in the prisons, meaning most their leadership, and you don't see any possibility for the Muslim Brothers to be in the next years a kind of threat. But it is felt like, I mean, by the regime, and of course it's creating their regional view about what the future of the region should do. And what Sisi said in a very clear declaration in 3 or 4 days about the army and the importance of the army in the power. And he said it not only about Syria, but also Libya, saying that the army are the core of the stability of the regime. These differences are really important. It's not only the fact that you can think we can go and negotiating. I mean, you can have difference on, I mean, two big countries like Saudi Arabia and Egypt will have differences. I mean, I don't know two countries who has exactly the same position of all the conflict. So it's normal. But here it's not only different about this conflict or this, it is about how we see the regional future. And this creates a very big challenge, I think, for both the leaders of Saudi Arabia and Egypt. Are we going to a big crisis or a kind of, not war, but so big differences? An Arab diplomat, neither Egyptian nor Saudi, told me in Riyadh, look, Saudi and Arabia and Egypt are in a marriage of interest. And he added, not only marriage of interest, a Catholic marriage, meaning divorce is impossible for them. Meaning that a real separation is not possible, especially in this situation. Is it this true or not? It's difficult to say. But one of the things I was discussing with both sides, I was really, I saw that perhaps one of the aspects of the crisis nobody is seeing is the fact that we have entered a new world we have speaking this about the end of the Cold War, but I think it's becoming more and more true in the region. Meaning the alliance which we knew about,
I mean, which were strategic alliance between this country and country, ideological alliance, are finished. You can have, for example, Turkey and Russia on the brink of war 3 months ago, and now having them on at least discussion and having even coordination. And one of the reasons of this is not only the fact that the world is no more ideological than it was before, but also the fact that the withdrawal, even partial, of the United States from the region is a big challenge to every country in the region, to Saudi Arabia and to Egypt. Saudi Arabia and Egypt consider that Obama policy, I have finished, Obama policy was wrong, and they took decision how to do, for example, for the Yemen crisis or for another, without coordination with the United States. But at the long, middle and long term, it will be difficult only to react. There must be, you must build a regional view, alliance, a real political project. And I am afraid that neither Saudi Arabia nor Egypt has a real view of the region. I will also make, I was 2 years ago in Janadriya in Saudi Arabia, and we had a meeting of Arab intellectuals, etc. And one said, and he was a Saudi, and he said, the problem is not the Iranian policy. Iran has a policy, and it's normal. It's the fact that we Arab and we Saudi don't have a real policy today. I mean, not only a view of the Arab, of the future of the Arab world, but also what alliance, how to build a real policy. The withdrawal of the United States, will it endure? Will it be a long time? How Trump will change the things? Nobody knows now, because Trump has said everything and everything about anything, Iran, about Saudi Arabia, about Islam, so it's difficult. But I think that the challenge today, and it's part of the crisis between Saudi Arabia and Egypt, is the fact that the difficulties of the two biggest countries of the Middle East to define a real strategic view of the region. Thank you very much. لأستاذ ألان وركز بشكل رئيسي على محاولة تفسير الخلاف المصري سعودي من زاوية مختلفة عن ورقة الدكتور خالد من التركيز على مسألة التنافس على الدور القيادي في العالم الإسلامي وهذه نقطة جديدة وأيضا مسألة الجزر والملف السوري ومحاولة تفسير الملف السوري من زاوية الابتزاز ومن زاوية التقارب السعودي مع بعض الدول الإسلامية مثل التقارب السعودي التركي الآن نفتح باب النقاش لطرح بعض التساؤلات أو التعليقات لكن مثلما التزم الأخوة المقدمون والمتحدثون بالوقت أتمنى أن نلتزم بالوقت المحدد سواء كان في تعليق أو كان في سؤال أن لا يتجاوز المدة المحددة ونحاول أن نوازن بين الضفتين في مسألة المدة يعني إذا في بالسؤال بالتأكيد ما راح تطول المدة لكن في البعض لديهم تعليقات ليس سؤال نتمنى لا تتجاوز الدقيقتين 3 دقائق كحد أقصى في مسألة التعليق تفضل أستاذ شكرا جزيلا أنا الدكتور عيسى الغيث عضو مجلس الشورى السعودي شكرا جزيلا على إتاحة الفرصة والشكر موصول إلى أخي الأكبر الدكتور فهد العرابي الحارثي بلاش الأكبر طيب لا أجل لك نية ثانية فبكل تأكيد كلمته علمية ووطنية وأيضا كان هناك رد على معلومات مغلوطة حتى أيضا في جلسة سابقة وهو أستاذنا تعلم منه هذه النباهة والقدرة الدبلوماسية على الرد وعلى الإجابة بشكل ذكي هناك سؤال في الحقيقة ورد في معلومات الدكتور فهد العرابي أننا تركنا العراق هذه كثير ما كررت وأيضا درست في مجموعة من اللجان الرسمية وغير الرسمية وأنا أتكلم بصفة الشخصية باعتقادي أن العرب لم يتركون العراق وإنما أرغموا على ترك العراق وأظن
أن يصل الحد إلى اغتيال سفير في بغداد دليل أنه لا يقبل أي سفارة عربية موجودة في بغداد. لكن أحمل الدول العربية لا سيما المجاورة للعراق والخليج على وجه الخصوص عدم العمل من خارج العراق إذا كانوا عاجزين من العمل من داخل العراق. وأظن ما حصل من السفير السعودي في بغداد خلال الفترة الماضية يؤكد على أن العراق مخطط لإرادة إيرانية ولا تريد للعربية كلهم أي وجود. فيما يتعلق ب أيضا أنتظر أيضا جواب من الدكتور فهد، هل تركنا العراق أم أبعدنا وأرغمنا على ذلك تحت عمل إرهابي؟ وأذكر كلمة دكتور سعود للأمير سعود الفيصل رحمة الله عليه حينما زرنا في مجلس الشورى، قال أن السعودية تتعامل بمبادئ وقيم وأخلاق، ولا يمكن أن تتعامل مع الدول الأخرى بعمل غير أخلاقي مثل أن نلزم الدول الأخرى مثل إيران حتى تقوم بعمل إرهابي وبهذا الشكل أن نعاملها بالمثل. فيما يتعلق بالدكتور خالد دخيل، في الحقيقة هنا سؤال مهم، ما هي أسباب الحقيقية للخلافات السعودية المصرية؟ حسب معلوماتي الشخصية أعتقد أن الموضوع متراكم على وجه الخصوص، والشيء الذي أنا لمسته أن هناك شيء من التذاكي والابتزاز المصري السعودي لمزيد من الرز. وعلى هذا الأساس نعم بناء على ذلك هناك اتفاقيات، مثلا نحن في مجلس الشورى السعودي انتهينا من التصويت على اتفاقية بين السعودية ومصر، في حين أنه تم الإعاز لجهات معينة لرفع الموضوع قانونيا من أجل مثل هذا الموضوع. فأنا بحاجة من الدكتور خالد أن يعطينا ما هي الأسباب غير هذا السبب المعروف عند الكثير من الناس، والذي أعتقد أنه هو القشة التي قسمت ظهر البعير، وإن كان سبقه موضوع السوري. أختم في موضوع الأستاذ ألين حول موضوع الابتزاز، وأكد عليه وليست القضية السورية بكل تأكيد، على أخذ بالاعتبار إلى أن الموضوع أن السياسة السعودية سياسة واضحة، في حين أن السياسة المصرية عبارة عن ردود أفعال، وبالنظر إلى الداخل المصري بكل تأكيد. شكرا جزيلا. شكرا أستاذ عيسى. أنا بس بأخذ تعليقين أو سؤالين، بعد ذلك نترك الفرصة للمتحدثين للرد. تفضل دكتور فايز. شكرا سعادة الرئيس، وأرجو أن الأخوان يتسع صدورهم على تعليقاتنا، يعني حتى إذا كان بعض التعليقات شوي يعني ما تتناسب مع يعني الأوراق المقدمة، وسعوا صدوركم علينا شوي. يعني بالنسبة لموضوع اليمن دكتور فهد العرابي، يعني هل نحن نبحث عن انتصارات نسبية في اليمن؟ يعني الحرب حرب، وحسم الحرب هو النجاح. نجاحات النسبية اللي نحاول نتحدث عنها، ترى بالمناسبة حتى الحوثي في الموقع الآخر أيضا يتحدث عن نجاحات نسبية، بمعنى أني يعني ما زلت أسجل خطر على الحدود السعودية، وما زلت ممسك في صنعاء وغير ذلك من أمور، وجعلت الدول عاصفة الحزم تتفاوض معي بعد أن كانت تصفني بالدولة أو بالجماعة الإرهابية، الآن نتفاوض معها، بل أن حتى وزير الخارجية السعودي يعني تحدث بلغة حسنة في بداية مفاوضة الكويت. فنعتقد هل نحن بحاجة للتحدث عن انتصارات نسبية، أم نريد أن يكون الانتصار حاسماً للدكتور فهد الحاد؟ بالنسبة حق الدكتور خالد الخيل، وعلى عجالة، يعني أنا تختلف معك شوي نسبيا على موضوع الناصري السعودي. الخلاف لم يكن أيديولوجي، هو كان خلاف يعني هذه منطقة نفوذ أمريكية، وكان في خلاف مصري أو ناصري في الستينات على موضوع النفوذ الأمريكي في المنطقة، وهذه حقائق يجب أن تبين، وليس لم يكن أيديولوجي لا عروبي ولا إسلامي ولا غير ذلك. هذه ربما أمور نقول حق يعني الأمور غير الأكاديمية، لكن كبحث علمي لا، نقول نسمي الأمور مسمياتها. بالنسبة لموضوع الخلاف الحالي اللي بيننا، طبعا بيننا نحن دول مجلس التعاون، حينما تدخل السعودية في مشكلة نحن ندخل معها وندافع عنها حتى تحل هذه المشكلة. فبالتالي حينما تواجه السعودية مشكلة مع النظام المصري الحالي، إن نحن في الكويت شئنا أم أبينا طرف في هذا الخلاف حتى يحل. وأعتقد أن هناك ربما ستكون حلول قادمة بعد زيارة الملك سلمان الله يحفظه في الإمارات والكويت. لكن السؤال أنا أعتقد في اختصار، حضرتك قلت أن الخلاف المصري الحالي سياسي، ثم في السياق تبين بأنه
خلاف استغلالي. شخصيا أرى أن الخلاف ليس سياسيا إنما هو خلافا استغلاليا، يعني بعكس ما تفضلت حضرتك في السياق. أنا آسف كان ودي أطيل لكن أبي أترك مجال لغيري. شكرا. الآن نتيح الفرصة للمتحدثين للرد وبعد ذلك ننتقل إلى مجموعة من الأسئلة أخرى. تفضل دكتور فهد. أنا عشان لنا أخذ وقت كثير وأيضا بإجازة لو سمحت. إيه لا أبشر. فيما يتعلق بموضوع العراق اللي أثاره الدكتور عيسى الغيث جزاه الله خير، أنا لازلت مصر على هذا الرأي وهو أنه أهملنا كثيراً العراق. صحيح أنه كان ينبغي أن نكون متواجدين مباشرة بعد خروج الأمريكان، ربما لم يكن هناك إرادة أو رغبة في أن نكون موجودين في العراق، ولكن كان ينبغي على دول الخليج وعلى العرب عموماً أن يكونوا متواجدين في العراق مهما كان الثمن. وأعتقد أن المحاولات اليوم للعودة إلى العراق أو لدخول العراق مجدداً هي أصعب بكثير مما كانت متيسرة في السابق، ومع هذا هناك محاولات اليوم للعمل إلى استعادة العراق من الحضن الإيراني. هذه الجهود التي تبذل اليوم لم تحقق نجاحات كثيرة، ولا أعتقد أنها ستحقق نجاحات بالسهولة المتوقعة، لكنها موجودة. كنا نتمنى أن تكون هذه موجودة من قبل. أعتقد أن التوسع والتوغل الإيراني في العراق كان طبعاً بتصميم إيراني، حقق نجاح قوي في مقابل فشل عربي وفشل خليجي فيما يتعلق بالسياسات تجاه إيران تجاه العراق. فيما يتعلق بالنجاحات النسبية في الحروب، أنا ودي نفكر قليلاً لماذا، وأعيد الكلام تقريباً اللي قلته، لماذا دخلت السعودية في حرب مع اليمن؟ هل هو لاحتلال اليمن؟ لا. هل هو للقضاء على الحوثيين وقتلهم وتمسحهم من فوق الأرض؟ لا. دخلت لهدفين: عودة الشرعية وحماية الحدود السعودية من أي مخاطر في اليمن، سواء كانت مخاطر إيرانية مباشرة أو غير مباشرة عن طريق الحوثيين. طيب، إذا تحقق هذين الهدفين، إذا تحقق هذان الهدفان، هل انتصرنا أو لم ننتصر؟ انتصرنا. انتصرنا بين قوسين، مش 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 بالمعنى الحرفي للانتصار. احنا نخوض حرب تصحيحية إن صح التعبير، بطلب من الشرعية اليمنية، بأيضا دفاع عن مستقبل الأمن السعودي. لما نجي اليوم نشوف انه السعودية تجنح الى افكار السلم، ما يهم وليكن. إذا تحقق الغرض أو الهدف الأساسي اللي من أجله حاربت السعودية وحارب من أجلها التحالف، وعادت اليمن إلى عجلة الشرعية التي تقرر فيما بعد سواء القائمة حاليا أو بالتعديلات التي تضمنتها مبادرة كيري الأخيرة، هذا الذي تريده السعودية وهذا الذي من أجله دخلت الحرب. فيما يتعلق بالأمن، بالجانب الأمني على الحدود السعودية، أنا أعتقد وكثير من يمكن العسكريين يقولون كلمتهم في هذا المقام أكثر مني، بأنه بالفعل الآن اليمن أو الخصوم المحتملين في اليمن الآنيين على الأقل لم يعودوا بالقوة التي كانوا يتمتعون فيها في السابق، وبالتالي فالحدود السعودية اليوم أكثر أماناً. ما دام قد تحقق هذا الأمر أو سيتحقق، احنا بالنسبة لنا الحرب انتهت، ليس لنا هدف في احتلال اليمن، ليس لنا هدف في القضاء على الحوثيين. الحوثيين مكون من مكونات اليمن، موجودين وسيظلون موجودين. نحن ذهبنا للحرب من أجل أهداف محددة، إذا تحققت هذه الأهداف فهي نجاحات كاملة وليست نسبية. شكرا. شكرا جزيلا. بالنسبة للدكتور فايز، أنت تعرف أن الوجود الأمريكي جاء إلى المنطقة سنة 45 قبل 7 سنوات من ثورة عبد الناصر، كويس؟ وكانت العلاقات السعودية المصرية كويسة، ما فيها مشكلة، حتى جاءت قضية اليمن، الحرب الأهلية في اليمن، ثم انحلت مشكلة اليمن بعد هزيمة 7 حزيران
ورجعت العلاقات كويسه بين عبد الناصر وبين السعوديه. فانت عندك الوجود الامريكي عامل ثابت ليس متغير من 45 وهو في حاله تصاعد. اذا كان الموقف الناصري هو مرتبط بالنفوذ فكان ينبغي ان يثبت مع ثبات هذا المتغير، لانه النفوذ الامريكي موجود، انت تتعايش معه فتره او تقبله فتره، لانه انت عندك مشكله مع السعوديه. احنا على فكره ترى مثلا في موضوع اليمن يمكن ما احد يتذكر لم تطالب السعوديه يوما بعوده الملكيه الى اليمن، هذه حقائق. روح اقرا مذكرات السياسيين اليمنيين. فبالتالي هي مشكلة صراع سياسي سعودي احيانا ياخذ طابع ايديولوجي او يطغى عليه الطابع. طبعا يعني تعرف دائما الايديولوجيا هي غطاء لشيء اخر. هو يعني الطغيان الطابع الايديولوجي لا يعني انه ما في صراع سياسي. لا موجود الصراع السياسي. ففي عهد عبد الناصر كان الغطاء الايديولوجي هو الابرز. الإمبريالية والقومية العربية والإسلام والتضامن الإسلامي إلى آخره. مع السادات ومع حسني مبارك هو صراع سياسي خالص، أيديولوجيات مش مطروحة، لأنه أصبح كلهم تقريبا على نفس الخط. في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي هو صراع سياسي لكن مصدره الأزمة المصرية في الداخل المصري. ليش؟ لأنه أنت عندك في مصر المؤسسة العسكرية تعتبر أن الدولة هي دولتها بعد 52 ولا تسمح لأحد أن يستولي على هذه الدولة. يعني لو فاز هذا المرشح المصري الآخر اللي كان الليبرالي أي حمدين صباح، لو فاز حمدين صباح وهو ناصري على فكرة ورفض أن يكون واجهة للجيش كانوا سينقلبون عليه. ليش؟ لأن الجيش في مصر أو المؤسسة العسكرية حقيقة تحولت إلى طبقة حاكمة ضخمة. يعني يقال أن الجيش المصري يملك ما بين 20-40% من الاقتصاد المصري. فأنت تتكلم عن طبقة حاكمة لا تقبل لأحد أن يأتي ينافسها في الدولة. هذا هو مصدر الصراع. لا كلمة صراع خطأ، الخلاف السعودي المصري في هذه المرحلة. لأنه أنا عندي للإخوان، طبعا أنا أتفق مع الأستاذ ألن في أنه الإخوان ضعف، هم طبعا وجهت لهم ضربة صعبة جدا في مصر بعد الانقلاب، لكن خوف النظام من الإخوان إلى الآن يعني أن لهؤلاء الإخوان وجود ولهم مصدر تهديد، وتعرف الأذرعة الإخوانية واسعة وكثيرة في المنطقة. شكرا. شكرا جزيلا. الدكتور بس ملاحظة على غموض السياسة المصرية ووضوح السياسة السعودية. من ناحية القاهرة لما أنا تكلمت مع مسؤولين في الخارجية وخارج الخارجية كيف بيشوفوا السياسة الخارجية للسعودية؟ أنا ما بقولش أنا بتفق بس مهم نفهم. قالوا دي سياسة فاشلة 100%، فشلت في اليمن، دخلت حرب في اليمن ما فيش خروج منها ممكن. في سوريا انتصار دلوقتي لبشار الأسد وروسيا. في لبنان حصل انتخاب رئيس ميشيل عون اللي عامل يعني مع حزب الله في وقت ما كانش فيه ولا السفير السعودي في بيروت، ما كانش موجود منذ 3 أشهر. ورابعا كان في سفير سعودي في العراق راح اهو. ده يعني ما بقولش انا موافق عليه بس ده وجهة النظر، واظن هم يعني بيفكروا ان السياسة الخارجية السعودية اليوم هي سياسة فاشلة.
شكرا دكتور فيصل، شكرا للمتحدثين. أنا عندي تعليقين سريع بشكل سريع. التعليق الأول بالنسبة إلى السعودية وتحديات التحديات الأمنية، يعني هي تنطلق مثل ما دخلت في الجلسة السابقة من غياب توازن قوى إقليمي يؤدي إلى اجتهادات ويؤدي إلى عدم أيضا وجود دعم عربي لهذا الموقف السعودي المتقدم. يعني نحن نعيش الآن في إقليم بلا نظام، في إقليم ما في توازن قوى، وفي حرب باردة، وهذه نقطة مهمة، حرب باردة بيننا وبين إيران، وفي حرب باردة روسية مع الغرب، يعني في حرب باردة داخل حرب باردة على المستوى الماكرو والمستوى المايكرو. ولهذا السبب يوجد اجتهادات، ويتزامن هذا مع التراجع الأمريكي والانكفاء يلي عبر عنه أوباما دكتورن اللي أعلن قبل 9 أشهر برفع اليد وبالطلب من السعودية وإيران الانتقال من الحرب الباردة كما وصفها الرئيس أوباما إلى السلام البارد اللي هذا غير موجود. فما يجري هو إعادة تموضع، وكل طرف قاعد يزيد من ما لديه من قدرات، ولكن أنت في مقابل ذلك عندك الطرف الآخر عنده أيضا دعم من دول وغير دول. أنت ما عندك دعم من غير دول، عندك دول في إيران يعني وحلفائها البروكسيز، ونحن دخلنا في حروب بالوكالة، الحزب الله والنظام السوري والحوثيون والحشد الشعبي في العراق، هذه كلها من إنتاج ومن دور الإيران. لهذا السبب السعودية في موقف صعب، ولكن هذا لا يعني بأن علينا أن لا نركن إلى هذه التحركات. صحيح اليمن استنزاف، ولكن البديل كان أسوأ، وهذه نقطة علينا جميعا أن نفهمها. التدخل السعودي في اليمن مع دول التعاون العربي لم يكن فقط لإعادة الشرعية، كان هذا جزء أساسي، ولكن لاحتواء المشروع الإيراني، يجب أن لا نغفل عن ذلك. كانت حرب باردة ولا تزال، والحرب الباردة لها أذرع، ومثل ما أمريكا والاتحاد السوفيتي في الحرب الباردة كانوا يناورون ويسقطون أنظمة ويدعمون أنظمة، نفس الشيء قاعد يتكرر الآن. لهذا السبب مؤلم أن نرى مصر موقفها متراجع أو غير موجود، وشبعنا من مسافة السكة والكلام، يعني ما في شيء اسمه سيسي دكتور، ما في شيء اسمه سيسي يعول عليه، ودائما مطلوب موقف مصر تدعم دول الخليج، ولكن للأسف يوجد تراجع مصري واضح. بالنسبة للنقطة الثانية بسرعة، الفوبيا من ترامب والتحول، الدولة العربية الوحيدة التي أيدت ودعمت وفرحت وهللت لمجيء ترامب هي مصر، هي مصر السيسي، افتكت من كلينتون التي ترى أو كانت اتهامات موجودة أنها تدعم الإخوان المسلمين بسبب عابدين، هما عابدين اللي يتهم أهله في أمريكا اللي هي مساعدتها الأولى من أصل باكستاني مسلمة بأنها يعني موالية للإخوان المسلمين. أختم دكتور عبد الله. أختم أنا. كلينتون في كتابها Hard Choices أبلغت الرئيس أوباما ب 2011 أن لا ندفع بسقوط مبارك بسرعة لأن البديل سيكون فوضى، وذكرت، وهذا تأكيد لكلام دكتور خالد، بأن هناك مؤسستين قويتين في مصر، المؤسسة العسكرية والإخوان المسلمون الذين يملكون الشارع ويملكون قوة ضاربة. شكرا. والنقطة الأخيرة بس إضافة إلى التمدد الإخوان، دكتور خالد، الإخوان في الكويت الحركة الدستورية أكبر نجاح حققته منذ الربيع العربي، 4 نواب عندها، أكبر تنظيم سياسي لديه نواب موجودين في البرم، فكل الضرب اللي تعرض له الإخوان لا يبدو بأنه كان له صدى عند الناخبين في الكويت على الأقل. فيعني هذا بمعنى آخر أنك عليك أن تتحاور، وعليك أن يعني يكون عندك موقف آخر لتتعامل مع هذه المتغيرات. مؤسف، أنا أتمنى أن مصر بالفعل تخرج من عقلية الابتزاز وعقلية أن نمسك العصا من الوسط وندعم الأنظمة العسكرية كما قال السيسي. وعلى فكرة دكتور خالد، السيسي أعلن أنه يدعم النظام الجيش السوري لأنه يدعم الأنظمة الشرعية، ولكن نسي أن يقول الجيش اليمني أيضا. شكرا. شكرا دكتور عبد الله، تفضل. دكتور خالد بطر في أكاديمي محلل سياسي. ما فهمته من كلام الدكتور خالد وألان أنه في 4 مشاكل أساسية في علاقتنا مع مصر، هي سوريا والجزر والإعلام ومسألة القيادة للعالم العربي، وأن هذا يؤدي إلى ابتزاز مصري لنا للتفاهم أو حلحلة هذه الملفات 4. ولكن الذي أستغربه أننا نعطي الأمر أكبر من حجمه،
يعني ناخذها واحده واحده. الجزر ليست بهذه الاهميه. احنا ننتظر صار لنا قديش 60 سنه، يعني ماذا يمنع ان ننتظر سنوات قليله؟ ليست الجزر بهذه الاهميه الكبرى. القضية السورية، ماذا ستستطيع مصر أن تؤثر في القضية السورية؟ لا تستطيع أن ترسل جيش ولا سلاح، ولا هي مواقف إعلامية نستطيع أن نتغاضى عنها. مسألة الإعلام، أنا أذكر قصة تروى عن الملك فيصل رحمه الله عندما قال له السادات إنه القذافي وعدني $500 مليون لو أنا سلطت عليكم الإعلام المصري وأنا رفضت، فقال له أخطأت يا فخامة الرئيس، لأنك كنت ستستفيد من $500 مليون ونحن لا يضرنا الإعلام المصري. فإذا كان في ذلك الوقت في قوة الإعلام المصري صوت العرب وأحمد سعيد وهيكل، إحنا لم يضرنا الإعلام المصري، فلماذا نعنى بإعلام يحاور نفسه ولا يستطيع أن يرقى إلى ما وصلت إليه القنوات الخليجية كالجزيرة والعربية وغيرها؟ مسألة القيادة كما ذكر الدكتور خالد الدخيل، يعني مسألة غير حقيقية ولا تعنينا ولا تهددنا في وقت من الأوقات، لأننا نحن لسنا معنيين بها. فلماذا نغضب؟ لماذا نهتم دكتور خالد ودكتور فهد؟ لماذا السعودية قلقة من مواقف المصرية إذا كانت كل هذه الأمور لا تؤثر علينا وهي مجرد يعني فقاعات أكثر منها أي شيء آخر؟ وشكرا. شكرا دكتور خالد، تفضل. السلام عليكم. طبعا يعني أنا بأخالف الأخ في الرأي، وأبى يعني أوجه سؤال. أوكي، طبعا ذكر أهمية الجزر وغيرها. هو الموضوع أن الجزر أنا برأيي هي يعني كانت هناك حتى تبين مصر أن أنا عندي حاجة ممكن أقدمها للسعودية لغياب أي حاجة أخرى ممكن تقدم لها. فإذا الآن حتى الجزر اللي هي كانت يعني نوع من يعني إغراء للسعودية مش مطروحة، السؤال يبقى إيش اللي ممكن مصر تعمله حتى أنا أظل أعطيها مليارات؟ أنا برأيي الشيء الوحيد المصلحة العربية أنه ما تنهار مصر. إذا اتفقنا على النقطة هذه لازم نتفق أن كل دولار يذهب إلى مصر يكون موجود فقط لعدم السماح انهيار مصر. والله مش والله أبني لي مدينة ما أدري كم واحد تشيل وسياح ومش عارف إيش ومليارات وقصر وكذا، يعني هذه لازم تنتهي أنا برأيي. شكرا. سؤال سريع أيضا. يعني أنا سمعت المقالة الدكتور آلان، هناك تحليل فعلا أن يحملون السياسة الخارجية السعودية. طبعا هذا التحليل غير واقعي غير دقيق، لأن أنت لا تستطيع أن تقول نفس الكلام عن أمريكا في ولاية أوباما، تستطيع أن تقول عنها في سوريا ومدى نجاحها. من السهل أنك تحمل الآخرين أخطاء لما أنت تكون في موقع القيادة، طبعا تختلف يعني طريقة القرارات. هذا واحد. اثنين، أنا فقط يعني أريد أن أسمع من الدكتور خالد والدكتور فهد. الآن اليمن أصبح مستنقع، ما هي سيناريوهات الخروج؟ في مصر دفعنا فلوس، طيب وبعدين دفعنا إلى وصلنا 60 مليار. في ليبيا الخلافات لا زالت بين دول الخليج، بعض دول الخليج تدعم ودول أخرى تدعم. شكرا لك. شكرا. أنا بس شيء قصير جدا. أول شيء نقطة تصحيحية اللي هي عن ميزانية الدفاع الأمريكي، هي 900 بليون وليس 600 بليون دكتور. 900 بليون اللي هي السنة الماضية اللي يعني اللي حسب ما أعرف. النقطة الثانية، نسينا إحنا ليه الحين جرح 9/11 في الأمريكا موجود، وليه الحين ما أعرف ليش كأنه وسيلة للانتقام مش للفهم، وفي خوف من الفئة يعني السنية أنه ما هذه السنة إيران ما سوت شيء، ولذلك جاء فتح العراق الغزو الأمريكي للعراق لتسهيل الاحتلال الإيراني أو النفوذ الإيراني إلى العراق نفسه، بالتالي إلى سوريا. قضية جاستا أيضا جزء من الموضوع اللي صار كله من 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 9 سبتمبر أو ضرب البرجين مثل ما نسميهم. أنا أتفق جدا مع الدكتور
يا نو الدكتور خالد الدكتور خالد بأن أتصور قضية مصر هي الخوف من الإخوان، لأن مثل ما قال هذه نظرية أسمعها لأول مرة لكن كأنها حقيقية. الإخوان أقوياء جدا ويقوون أكثر في المنطقة كلها وتحيط به، ويمكن لهالسبب نشوف في تخفيف عن الأحكام الإعدام كلها اللي صارت في مصر، قاعدين يخففون كثير منها، فكطريقة لمحاولة يعني فك هذا الحصار الإخواني على إيران. شكرا. شكرا دكتورة. دكتور خليل. شكرا جزيلا خليل عناني أستاذ العلوم السياسية في معهد الدوحة. أنا بس عندي ملاحظة منهجية، إنه إحنا محتاجين شوية إن إحنا نفرق ما بين النظام والفرد والدولة. الحوار في هذه القاعة يعني خلط بين شخص السيسي ونظام السيسي ودولة مصر، فرق شاسع. يعني أنا شخصيا أختلف مع نظام السيسي وأنا مصري. هذا نظام لا يشرف أحد أن يعترف به صراحة. هذا نظام ساقط أخلاقيا وسياسيا واقتصاديا وكل شيء، وبالتالي نتحدث عن نظام نقول نظام السيسي. أما نجمع بين مصر يعني دولة وشعب وحضارة وتاريخ، هذا يعني خلط منهجي أتصور خاطئ. الأمر الثاني أنه صحيح يلام نظام السيسي، وأنا شايف أنه هو شخص لا يلام على الإطلاق وشخص يعني فاقد للمصداقية، وبالتالي لا يلام. يلام الطرف الذي يقبل بالابتزاز، بمعنى آخر أنه هذا شخص مبتز في وضع اقتصادي وسياسي يعني صعب للغاية، وبالتالي يقوم بابتزاز الآخرين. الذي يلام هنا ويعاتب ويحاسب الطرف الذي يقبل بالابتزاز. وأنا هنا أنقل لي لمسألة الموقف السعودي بشكل عام من قضايا المنطقة. نحن إزاء تناقضات في الموقف السعودي بشكل عام واضحة جدا. على سبيل المثال يعني منطق الخوف من أن تنهار مصر، أنا أرى أنه ما يحدث الآن في مصر يؤدي بها إلى الانهيار تماما، عكس ما يراد لها. يعني الدعم الخليجي لثبات مصر واستقرار مصر يؤدي في النهاية لانهيار مصر، لأنه نحن إزاء نظام لا يفعل أي شيء إلا فقط البقاء في السلطة على حساب الشعب المصري وعلى حساب كل شيء. الأمر الآخر يعني السعودية بصراحة متناقضة، يعني تدعم الشرعية في اليمن وتقف ضد الشرعية في مصر، تدعم الثورة في سوريا وضد الثورة في مصر، وبالتالي هناك تخبط وعدم وضوح. قد يكون الأمر متعلق بمصالح استراتيجية مختلفة، لكن في النهاية هذا بيعطي إشارة للطرف المبتز أن يستمر في ابتزازه. وبالتالي إذا كنا بنلوم السيسي، وأنا شايف أنه شخص لا يلام لأنه فاقد للمصداقية، يجب أن يلام الطرف الذي يقبل بالابتزاز ويقبل بالدفع كلما نقص الأمر. حتى وصل الأمر بالسعودية أن تضحي بأحد أهم حلفائها وأحد دول الجوار في فترة من الفترات مقابل الحفاظ على السيسي قبل حوالي عامين، ونعلم جميعا ماذا حدث. وبالتالي يجب أن نكون لدينا قدرة على النقد الذاتي وننظر نحن أو السعودية هناك مشاكل في التعاطي مع هذا النظام. إذا كنا نتكلم على مصالح، لو نتكلم على عواطف وقومية عربية، اعترف شخصيا قال ليس هناك شيء اسمه قومية عربية، نحن نريد الرز. قال ذلك صراحة في تسريب من تسريبات، وبالتالي هو نفسه لا يعترف بذلك. نتكلم على مصالح. طيب السؤال الرئيسي للدكتور خالد، ما الذي تريده السعودية من نظام السيسي؟ هل تريد منه مصالح معينة؟ طب هذه المصالح تتحقق حتى الآن، وبالتالي لماذا تستمر في الدعم حتى الآن؟ إلى درجة تم إقالة إياد مدني قبل حوالي شهر نتيجة لسخرته من السيسي، رغم أنه لم يقل شيء غير الحقيقة، هو قال ما قاله الرجل عن نفسه. وبالتالي محتاجين نحل التناقض السعودي قبل أن نتحدث على مشكلة السيسي. وشكرا. شكرا دكتور. شكرا. أتيح الفرصة للمتحدثين للرد بشكل موجز إذا كان لدينا الوقت أيضا للمزيد من التساؤلات والتعليقات. تفضل دكتور فهد. بالنسبة لسؤال الدكتور خالد الجابر، ما هي السيناريوهات الخروج من اليمن؟ أنا ما أعتقد أنه إحنا دخلنا اليمن لكي نرسم سيناريوهات للخروج من اليمن. حتى التدخل قوات التحالف والتدخل السعودي كان تدخل من السماء إن صح التعبير، أما على الأرض فلم يكن هناك تدخل. هناك دعم لليمنيين أو للشرعية أو للجيش الشرعي في اليمن وللمقاومة التي تقاوم الخروج أو انتهاء مشكلة اليمن بالنسبة للسعودية والقوات التحالف، أنا أوضحتها قبل قليل وأعتقد ما في داعي نكررها، أكيد أنكم استمعتوا إليها. فما أعتقد أن نحتاج إلى سيناريوهات إلا في شيء واحد، وهو أنه ينبغي حتى بعد انتهاء الحرب ألا نهمل اليمن. اليمن جار أصيل للمملكة العربية السعودية ولدول الخليج، ينبغي أن يعاد يعني التواجد الخليجي والسعودي
من حيث الدعم ومن حيث إعادة هيكلة الاقتصاد اليمني وإعادة هيكلة الإدارة في اليمن، وينبغي أن نكون جاهزين لهذا حسب ما يراه اليمنيون أنفسهم طبعاً في وقت لاحق. دعم الشرعية في مصر ودعم الشرعية في اليمن، أنا أختلف مع المداخل الذي تفضل قبل قليل. هناك فرق كبير جداً بين موقف السعودية من الشرعية في مصر وموقف السعودية من الشرعية في اليمن. الشرعية في مصر أنهاها المصريون أنفسهم، الجيش أو مؤسسة الجيش، أنا أعتبره مثل الدكتور خالد انقلاب عسكري مكتمل الأركان. كيف يمكن أن تتدخل السعودية في مثل هذا الموقف؟ الشرعية أودعت في السجن في خلال ساعات يمكن أو وقت قليل جداً أو أيام قليلة، بينما السعودية دخلت اليمن أو حاربت في اليمن أو حاولت أن تتصل للشرعية في اليمن بطلب من الشرعية نفسها. ما راحت اليمن، ما راحت السعودية أو قوات التحالف تعيد الشرعية إلا بطلب من الشرعية نفسها. وأنا كنت أقول لو انتظرت الشرعية في هذا الطلب لمدة 4 أيام أو 5 أيام أو أسبوع بالأكثر لسقطت، ولو سقطت الشرعية في اليمن لكان موقف السعودية وقوات التحالف في أسوأ ظروفه، يمكن يكون مثل مصر لا يستطيع أن يتدخل بأي حجة تتدخل، سيعتبر عدوان خارجي على اليمن في هذه الحالة، لكن بطلب من الشرعية يختلف. فالانتصار للشرعية في المكانين أعتقد أنه مختلف جدا. هذا لا يعني أنه ما كان هناك نوع من يمكن الموقف الاضطهادي ضد الإخوان المسلمين في مصر إن صح التعبير، لم أمر بها ولم تسؤني، يمكن أنها موجودة، لكن هذا لا يعني أن هناك دعم، لم يكن هناك دعم للشرعية. أين هي الشرعية؟ الشرعية كانت في السجن. شكرا. طرق طبعا بالنسبة لموضوع القيادة، هذا مهم بالنسبة لمصر. أنت لما تقرأ الإعلام المصري وعندما تتحدث إلى السياسيين المصريين، موضوع القيادة هذا هاجس لا يتوقف عندهم في كل كتاباتهم تقريبا، في الأهرام، في الصحف القومية، في الصحف الخاصة، كله موجود، في التلفزيون يشكل هاجس. طبعا هو الحقيقة نوع من رد الفعل على ما حصل في المنطقة بشكل عام ولمصر بشكل خاص، وهو تراجع الدور المصري، وهو تراجع حصل حقيقة ما فرضه هو على مصر يعني من قوى الإقليم، هو تراجع حصل من الداخل. ثانيا، السعودية أصلا لا تنافس على موضوع القيادة. لو كانت السعودية تنافس على موضوع القيادة لطرحت مشروع إقليمي. السعودية لم تطرح مشروع إقليمي على الإطلاق، على فكرة، لا سياسي ولا فكر. فبالتالي يعني قضية القيادة الحقيقية هي من موجودة لا عند السعودية ولا عند أغلب الدول العربية، هي هذه الفكرة موجودة في الثقافة السياسية المصرية، من هنا تأتي أهميتها فقط في الموضوع. بالنسبة ل هناك انهيار في مصر، الدكتور خليل يقول أن هناك انهيار في مصر، سيحدث الانهيار. لا، أنت قلت فيه انهيار في مصر، فبالتالي لا، هو ما حصل. نحن نريد أن نتفادى هذا الانهيار. الآن أنت تقول موقف مثلا من الشرعية في سوريا والموقف من الشرعية في مصر، والتناقض صح؟ التناقض. لا، على فكرة ترى السعودية جلست حوالي أكثر من 6 إلى 8 أشهر كانت مع بشار الأسد. ترى في شهر مايو إبراهيم العساف وزير الداخل وزير المالية السعودي كان في دمشق بعد شهر ونص من قيام الثورة لتقديم دعم مالي أو لتوقيع على اتفاق الدعم المالي. السعودية ما كانت، على فكرة، كانت السعودية تعرف يعني أصلا حليفة، ظلت حليفة لحافظ الأسد لمدة 30 سنة أبو بشار. فطبعا
عندما تأخذ هذه الملاحظات، الموقف من مصر والموقف من سوريا والموقف من اليمن، تبرز لك نقطة رئيسية في السياسة الخارجية السعودية وهي الاستقرار. السعودية تريد استقرار، ما عندها خط ايديولوجي مثلا معين. شوف، السعودية تحالفت مع علي عبد الله صالح الزيدي، وتحالفت مع حافظ الأسد العلوي، وتحالفت مع حسني مبارك السني، ومع صدام البعث السني، ومع الولايات المتحدة الدولة التي جذرها مسيحي وهي دولة علمانية. هذا طبعا يكشف لك أن السياسة الخارجية السعودية براغماتية. هي مثلا اللي حصل مثلا في اليمن، لا، اليمن ترى ليست فقط قصة الشرعية. وأنا عندي، بس لو يسمحنا يعني الدكتور فهد، فيما قيل كثير عن اليمن، أنت تصور السعودية ما دخلت في اليمن. أولا، السعودية انتظرت أكثر من سنة ونص ولم تتدخل. الزحف الحوثي بدأ من صعدة في عام 14 في صيف 2014. السعودية متى دخلت؟ في 26 مارس 15. يعني تتكلم أنت عن على الأقل سنة ونص. السعودية وافقت حتى بعد دخول الحوثيين إلى صنعاء، السعودية وافقت على الاتفاق الذي فرضه الحوثيون باسم اتفاق السلم والشراكة، وافقت عليه السعودية، ومجلس التعاون أصدر بيان رسمي بالموافقة عليه. طبعاً تبين أنه هذا خطأ، لأنه هذا أغرى الحوثيين، فبالتالي تجاوزوا من صنعاء وذهبوا إلى عدن. خلاص، قالوا في السعودية هذه لن تفعل شيئاً، لكن تصور السعودية لم تدخل في اليمن. يعني أنت عندك يعني الحوثيون لا يشكلون إلا ما بين 2-5% من الزيدية فقط، والطائفة الزيدية حوالي 25% من اليمن. لو ما دخل خلاص يعني سيجدون أنفسهم كما وجد السنة في العراق أنفسهم عريانين، ما في أحد، في مواجهة مد زيدي مرتبط. ليس الحقيقة زيدي، يعني كلمة زيدي على الحوثيين يعني ترى كبيرة. الزيود يعتبرون شو اسمه سنة الشيعة تقريبا، حركة يعني حركة دينية طائفية متطرفة تريد إعادة حكم الإمامة في اليمن، ومرتبطة بولاية الفقيه في إيران. ماذا سيكون رد فعل السنة في اليمن؟ ستظهر عندك داعش، وستتقوى القاعدة، وستنتشر الميليشيات. أنا أعتقد الانتصار الحقيقي اللي حققته السعودية في اليمن حتى الآن إنها منعت هذه الظاهرة من يعني من التواجد في اليمن. والسعودية شوف في يعني في شيء لازم يصير واضح. السعودية عندها خط أحمر، لا يمكن أن تقبل بتكرار تجربة حزب الله على حدودها الجنوبية. هذا مستحيل، غير مقبول هذا الشيء. فأن تمنع أنت ظهور هذا يعني هذه الظاهرة، وأن تمنع تحول الحوثي. شوف يا رجل ايش اللي حصل لحزب الله في لبنان، تحول إلى قوة إقليمية، يذهب إلى العراق ويذهب إلى سوريا ويشارك في التوازنات الإقليمية أيضا، وذهب إلى اليمن. أنك منعت الحوثيين منها يعني من التطور إلى هذه الحالة، وأنك منعت انتشار الميليشيات في اليمن، هذه خطوة كبيرة. فأنت وقفت مع الشرعية هنا طبعا، أنت وقفت مع الشرعية، لكن وقفت أيضا من يعني اتخذت موقف لمصلحتك السياسية من تكرار الأخطاء التي حصلت في اليمن. ترى السعودية من الدول التي ارتكبت خطأ في موضوع حزب الله في لبنان. فبالتالي عندما نتكلم عن الموقف من الشرعية في مصر، أنت ما عندك خيار. ما هو الخطأ لحزب الله؟ أنه نحن في اتفاق الطائف وافقنا على استثناء حزب الله كميليشيا من عملية نزع السلاح.
تحت ذريعه المقاومه. هذا كان خطا. بس طبعا هذا الكلام كان في سنه 89، المعطيات مختلفه والوضع السياسي مختلف، وكانت الناس يعني مش ما كان احد يتصور انه حزب الله سيتحول الى هذا الشكل. بس هو خطا، ولذلك لن يتكرر في اليوم. هذه النقطه. شكرا. لكن مستر ألان، ملاحظتين صغيره. اولا على الشرعيه في مصر، انا اسف بس يعني مش ممكن نقول ان موقف السعوديه من الشرعيه في مصر كانت بس ان حصل في 48 ساعه. كان واضح قبل الانقلاب العسكري حصل مناقشات بين قيادة الجيش المصري والقيادة السعودية، حتى السعودية قالت بصراحة إن هي هتأيد اقتصاديا أي انقلاب ضد الإخوان، وده يعني معروف يعني. فممكن نتكلم على شرعية، بس في هذا الوقت أنا يعني في هذا المثال أنا أظن عندي اختلاف. الثانية على تراجع دور مصر. تراجع دور مصر في المنطقة بدأ من يعني 10 سنوات آخر مبارك، يعني لأسباب عديدة، يعني في أزمة داخلية وما فيش إمكانية. لكن تراجع دور مصر اليوم مع تراجع دور أمريكا في المنطقة دي يعني حاجة لكل الدول العربية، هي مشكلة أساسية. يعني كيف ممكن ننظم نظام أقليمي جديد مع مصر في أزمة اقتصادية واجتماعية وسياسية ومن غير الولايات المتحدة؟ وده يعني ما فيش حد حتى الآن رد، يعني ما فيش حد، يعني ما فيش دولة ردت لهذا الأسئلة، وأنا أظن دي الأسئلة الأساسية للمرحلة القادمة. بأن الوقت المحدد في جدول الأعمال ينتهي في الساعة 3:00، ونحن بدأنا ربع ساعة متأخرين، والآن عوضنا الوقت ربع ساعة وخمس دقائق زائدة. أنا متأكد من أنكم مستمتعون في هذا الحديث الشيق، لكن للوقت المحدد اسمحوا لي بالنيابة عنكم أن أشكر السادة المتحدثين فهد الحارثي، خالد الدخيل، آلان غريش، مع حفظ الألقاب، والسلام عليكم ورحمة الله.